Assalamu alaikum. Now we are going to discuss the virus, types and life cycle. First, what is the meaning of virus? الفيروس ما هو إلا nucleic acid, either DNA or RNA, surrounded by protein coat. ولذلك, the virus cannot replicate. لأن ما عندوش المشين اللي يقدر يكون بيها البروتين ولا الـ DNA أو الـ RNA بتاعه. لذلك الـ virus must infect and use the components of the host cell to replicate and produce new virus. وغالباً طبعاً بيعمل damage للـ cells ديت ويؤدي إلى host cell death. لو بصينا هنا هنلاقي ان في different types و different shapes of virus. الكوفيد 19 مثلا اهو spherical shape. عامة الكورونا فيروس او الانفلونزا فيروس بتبقى واخده الشيك ده وهندسكس in details. في عندي 3 types of virus. either DNA virus ومن اشهرها الهربس فيروس, هربس سيمبلكس وهربس زوستر, وعندي كمان الهيباتيتس بي فيروس مختلفة عن الهيباتيتس سي. الهيباتيتس بي is DNA فيروس, وفي كمان تشيكن بوكس وفي السيتوميجالو فيروس. كل دول DNA فيروس, يعني بيحتووا على الـ DNA وحواليه البروتين كوت اللي اتفقنا عليه. أما الـ RNA فيروسز وعلى رأسها طبعاً الـ COVID-19 فيروس وكل الانفلونزا فيروس والميزلز والاتش سي في اللي هو الهيباتيتس سي فيروس والبايلوميلايتس اللي هو بتاع شلل الاطفال, كل دولت ار ان اي فيروسز. في كمان تالت نوع اللي هو الار ان اي ريترو فيروس, وده من اشهره اللي هو الاتش اي في فيروس اللي هو الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي بيسبب الايدز, وده بيحتوي على RNA plus reverse transcriptase enzyme. تعالوا نتعرف مع بعض على الـ steps of viral replication ورحلة الفيروس جوه الـ host cell علشان يبدأ يريبليكيت ويكون لي viruses جديدة ويمارس الـ activities بتاعته. وإيه هي الإنزيمز اللي involved في الخطوات دي, لأن دي تعتبر تارجت مهم جدا, لو أنا منعتها همنع الفيروس replication وactivities. أول خطوة هي خطوة الأدزوربشن penetration and uncoating, يعني الفيروس بيattach لcertain receptor على cell membrane of the host cell علشان يبدأ يpenetrate ويدخل جوه الـ host cell. لو أنا قدرت أمنع الخطوة دي عن طريق إن أنا أعمل بلوكيد للريسبتور بتاعته أو أمنع الاتاتشمنت تو ذا سيرتن ريسبتور, يبقى أنا منعت الأكتيفيتيز والخطوات دي كلها, وده أول تارجت للأنتي فيرال دراجز. بعد ما الفيروس بيدخل الخلية بيبدأ يكون الإنزيمز اللي بيحتاجها, يعني يبدأ يكون فيرال آر إن إيه أو دي إن إيه بوليميريزز وهو كارينج الجين بتاعها, لأن دي اللي هيستخدمها في الخطوة اللي بعدها, إن يبدأ يكون الـ RNA بتاعه أو الـ DNA بتاعه على حسب نوع الفيروس باستخدام الـ RNA بوليميريز أو الـ DNA بوليميريز, وده تارجت مهم جدا للأدوية. فهتلاقي في الـ RNA viruses بيستخدم الـ RNA بوليميريز, فهلاقي الـ RNA بوليميريز inhibitors. أما الـ DNA virus هتستخدم الـ DNA بوليميريز, فبرضه في أدوية اسمها الـ DNA بوليميريز inhibitors. تالت خطوة مهمة جدا بعد كده انه يبدأ بقى بعد ما كون النيوكليك أسيد الخاص بيه يبدأ يكون الكوت بتاعه, يكون الفيروس بروتين الخاص بيه, ودي بيسموها الليت بروتين سنسز, عن طريق انزيم مهم جدا اسمه الفيرال بروتييز انزيم. فتتارجت في مجموعة من الأدوية اسمها الفيرال بروتييز انهيبيتورز بتمنع تكوين الفيرال بروتين. الخطوة اللي بعدها هي الأسامبلي, يعني البروتين اللي أنا كونته الجديد والآر إن إيه أو الدي إن إيه الجديد يبدأوا يتجمعوا ويكونوا لي ماتيور فيرن أو
new viral particles جوه الخلية، بس لسه ما طلعتش. فتيجي الخطوة اللي بعدها بقى اللي هي release of new virus أو mature virus، ده يطلع بره الخلية، ودي خطوة برضو بفاسيليتيتد بإنزيم مهم جدا اسمه النيورو أمينيديز. من غير النيورو أمينيديز مش هيحصل release of the virus، فبرضو في أدوية مهمة بتمنع الخطوة دي. You probably already know that viruses are responsible for causing a number of diseases, from AIDS to the flu. But did you ever wonder how a virus works? Viruses are basically infectious particles that take over the operation of a cell for the sole purpose of manufacturing new viruses. How exactly does a virus do this? In many ways, it works in the same manner as a computer virus does. It has to first gain access and then convince the machinery within the device, in this case a cell, to make multiple new copies of the virus. There are many different types of viruses, but they do share some similar characteristics. First of all, viruses are usually specific in the types of cells that they infect. The specificity of a virus is dependent upon the types of receptors that are found on the surface of the target cell. Every cell in your body has a pattern of protein receptors on its surface. The virus uses these proteins to target specific cells for infection. In this example, the genetic material of the virus infecting the cell is DNA. However, unlike the complex DNA found in the nucleus of a cell, the DNA of a virus is relatively simple and just contains the information needed to manufacture new virus parts. Once inside the cell, the instructions in the DNA are transcribed to RNA. The protein-building machinery of the host cell then translates these instructions into the components of a new virus. These parts are then assembled into new viruses within the host cell. When ready, they emerge from the host cell, often killing it in the process. As they emerge, some viruses retain parts of the host cell membrane, forming an envelope around the virus. This envelope gives some protection to the virus from the immune system of the host organism. Each new virus is now capable of infecting another host cell and repeating the process of virus replication. By understanding how the life cycle of a virus works, scientists have been able to develop antiviral drugs that target specific points in the virus life cycle and thus prevent the virus from replicating. تعالوا ناخد مع بعض اكزامبل اللي هو الكوفيد-19 فيروس او SARS-CoV-2. ده عبارة عن RNA فيروس وحواليه كود بروتين كود كاركترايز بالسبايكي بروتين او الاس بروتين اللي بيمسك في ريسبتور مهمة اسمها الAC2 ريسبتور angiotensin converting enzyme 2 ريسبتور على السيل ميمبرين اوف ذا هوست سيل. لازم تحصل الخطوة دي، فلو منعت خطوة الاتاتشمنت اذا همنع كل الخطوات اللي بعد كده، وده سايت اوف دراج اكشن هنشوفه بعد كده في الكوفيد-19 تريتمنت. بعد ما بيحصل الفيرال انتري بيبقى حواليه كمان سيل ممبرين، فلازم يحصل له ريليز من الكوت الجديد ده. عشان يحصل ريليز مهم قوي البي اتش اللي بتبقى حوالين النيوكليوكاسبيد. نيوكليوكاسبيد يعني نيوكليك اسيد، وكاسبيد اللي هو البروتين كوت اللي حواليه. عشان يحصل ريليز اوف نيوكليوكاسبيد لازم تكون البي اتش اللي حواليه تبقى اسيدك، وهنلاقي برضو في تريتمنت اوف كوفيد-19 انهم بدأوا يلعبوا في البي اتش اللي حواليه يخلوها less acidic او تبقى basic عشان يمنعوا ريليز. دي خطوة تانية برضو target. بعد ما حصل ريليز اوف نيوكليوكاسبيد يبدأ الماسنجر RNA اللي هو معاه جينز يبدأ يحصل له ترانسكريبشن. يبدأ الاول يكون الانزيمز الخاصة بيه اللي هي دي RNA بوليمريز، وبعد كده كمان الجينز بتبدأ تكون الفيرال بروتين الخاصة بيه عن طريق فيرال بروتيز. ففي بعض هنا هنلاقي الدراجز بتشتغل على الفيرال بروتيز، ممكن توقف لي خطوة تكوين البروتين الخاص بـ
الفيروس. طبعا البروتين ده لازم يروح يحصل له هنا ماتوريشن في الجولجي اباريتس والاندوبلازميك ريتيكولم وياخد الشكل ده عشان يبقى سبايكي وكذا. اما الار ان ايه بقى بوليميريز اللي اتكون الجديد ده بيساعد الفيروس انه يبدا يكون نيو ار ان ايه بتاعه عن طريق الار ان ايه بوليميريز، ودي خطوه مهمه لادويه بتحاول تمنع الار ان ايه بوليميريز انه يكون نيو ار ان ايه فيروس زي الرامديسيفير. هنلاقيه ان هو من اهم الادويه اللي ابروفد من الاف دي ايه بتحاول تمنع خطوه الار ان ايه بوليميريز في الكوفيد 19. بعد ما تكون النيو ار ان ايه وتكون النيو بروتين بيبدا خطوه بقى الاسامبلي او الباكينج، يبدا يتجمع كانك بتجمع عربيه قطع وبتتجمع عشان يكون نيو فيروس او نيو فيرال بارتكلز اللي بنسميها الماتيور فيرون، بس لسه حواليها اهي كوت برضو زي السيل ميمبرين. لازم بقى يبدا يحصل خطوه الريليز عشان يبدا النيو فيروس او فيرون يطلع. الخطوه دي بيعملها انزيم اسمه نيورو امينيديز، من غيره مش هيحصل الريليز، هيتحبس جوه. فدي برضو سايت اوف اكشن لادويه مهمه جدا بتحاول تمنع النيورو امينيديز. كل دي خطوات بنستخدمها وبنتعرف على الكي انزيم او الكي فاكتور فيها عشان نحاول نمنعه. فممكن امنع الاتاتشمنت، ممكن امنع الريليز اوف نيوكليوكاسبيد بالبي اتش، ممكن امنع الترانسليشن وامنع الفيرال بروتيز، ممكن امنع الار ان ايه بوليمريز ما يطلعنيش ار ان ايه جديد، ممكن امنع الاسامبلي وهنشوف، وممكن كمان امنع الريليز بتاع الفيروس. Good luck and thank you.